سار الليل يا العتبان وانقمت انا وحمود يا با يسر يا الاول على جرة ثاني يا عبد العزيز العازم خيرة الموجود ثنين بقوموا غيرهم شيخ ميزاني يا عيد ترك التهدي حتى يجي لك عود أنا ما بغيت أقوم وأذبحك بلساني صحيح أن تركي شيخ وأنتم وراه جنود هذا شيخ شعار الخنادف ومن داني لسانك ووجهك الله ما تضوي فود تريش بريشك مثل هدهد سليماني ابو نايف يجمل وانا ما علي زود وشيب عيونك لا وما انته بشيباني نحرنا بعير القوم وش يعني المفروض أبعثي عن المفروض قدر لجيراني ترى كلمتك هذه دليل وعليها شهود وأنا ما علي منك مهما تحداني خلوه جمالنا يجمل وانت من تخير الذود يسندك مرزوقي يحضرك ميزاني نصيبك يجيبك داخل النار والبارود بغيت انقذك منها ولكن ممداني